السلام عليكم اخواتي ابناء الوطن العربي الكرام، واهلا بكم في الدرس رقم 41 من كورس السوليد وركس. افكركم باللي احنا خدناه، اخدنا قائمة سكتش واخدنا كل التولز اللي فيها وتعرفنا ازاي نستخدمها، واخدنا اكسرسايز عليها رسمتين، تمام، واخدنا قائمة فيتشرز اللي احنا نحول ازاي نحول الجسم اللي احنا نرسمه في 2 دايمنشن ل 3 دايمنشن، وكمان هاخد اكسرسايز عليها البارت ده في الدرس ده ان شاء الله. زي ما قلت لك في الاكسرسايز بتاع التو دايمنشن اللي كل واحد ليه طريقه يرسم بيها الرسمه، انت ليك طريقه، انا ليا طريقه، كل واحد ليه طريقه مختلفه عن التاني، بس الفكره اللي انت تطلع الرسمه بالكفاءه الكفاءه المطلوبه وفي اقل وقت، تمام. اول حاجه بتبدا تاخد الجسم ده تشوفه عباره عن ايه. اللي احنا هنصممه عباره عن اسطوانه اهي، قطرها الكبير 60 وقطرها الصغير 32، او فيها ثقب 32، وليها قاعده ماسكه الاسطوانه اهي، وفي قاعده تحت ابعاد 28 في 60، وفيها مجرى 40، وطلع منها جسم زي كده، هو ارتفاعه 12 وطوله 50، وفي الاخر اسطوانه، وماسك الاسطوانه دي بالجسم اللي شايل الاسطوانه دي ماسكه معصم، تمام. انا هبدا اصمم. اول حاجه هبدا بالاسطوانه دي، هبدا ارسم الاسطوانه دي، هرسم في 2 دايمنشن وحول ل 3 دايمنشن. هجيب سطح يكون من اسطح الثلاثه بتوعي اللي هو الفرونت او التوب او الرايت، اللي يكون مماثل للسطح الاسطوانه ده. تعال نشوف كده ايه السطح المماثل. بص، الفرونت هيكون عمودي عليه او يكون موازي لطول الاسطوانه ده. طيب بص التوب عمودي عليها برضه. طب بص الرايت كده موازي لسطح الاسطوانه. هاخد الرايت ده واعمله نورمال تو، هرسم على السنتر او الاوريجن بوينت، هرسم دايرتين، الدايره الكبيره بتاعه الاسطوانه وادي الدايره الصغيره، احط لهم الدايمنشن سمارت دايمنشن عشان اخليهم فولي ديفاين. اول واحده 60 والصغيره 32، تمام. دي اول اسطوانتين، دي اول اسطوانه. بعد كده اعمل لها اكسترود بوز من قائمه فيتشر اهي بطول 68، تمام. هقول له اوكي، كده انا رسمت الاسطوانه بتاعتي. بعد كده هاجي على السطح ده، هاجي على السطح ده وعايز ارسم الجسم اللي تحت الاسطوانه ده. طيب السطح ده بيبعد عن الاسطوانه، عن بدايه الاسطوانه كام؟ بيبعد 80. هاجي على السطح ده كده اهو واقول له انا عايز بلين يوازيه، تمام، ويبعد عنه مسافه 8، تمام. ادي البلين اهو، وبيوازي السطح ده وبيبعد عنه مسافة. طيب البلين طالع على يمين السطح، انا عايزه اللي ورا، هقول له فيليب اوبسي، تمام. كده جاب لي السطح اللي هو ايه، اللي انا هرسم عليه ده، تمام. اقول له اوكي، هاجي على البلين اللي انا عملته ده واعمله نورمال تو، وهرسم تحته ليه الجسم اللي شايل الاسطوانه، تمام. هصغر عشان تبقى شايف، قائمة سكتش هرسم مستطيل، بس المرة دي هاخد كورنر ريكتانجل، هاجي من هنا اهي من على النقطة دي، تمام، واعمل مستطيل اهو، تمام كده. بعد كده هحط له الابعاد، عرض المستطيل ده اللي هو عرض الجسم ده كله اللي هو 60، اللي هو بيساوي قطر الاسطوانة اهو، العرض بتاعه 60 كده، اقول له اوكي، تمام. بعد كده ارتفاع اللي هو هيبقى من اول سنتر الاسطوانة لحد تحت، من اول سنتر الاسطوانة لحد السطح ده 60. بعد كده في معايا 28 اهي بتاعة القاعدة، يبقى كام؟ 60 و28، 88، اقول له دي 88، تمام. هصغر شوية، تمام. بعد كده هعمل سيركل من هنا اهي لحد سطح النقطة دي كده اهو. بعد كده اخد اداة ترن، اشيل النص اللي فوق ده
انا مش عايزه. تمام، وادي دايره كمان انا مش عايزه الخط ده. بعد كده اقول له اوكي. بص كده اللي انا رسمته، رسمت الجسم اللي هو شايل الاسطوانه ده، تمام، اللي هو بعرض 60 وارتفاع 88. بعد كده اعمل له اكسترود بوز. وطول كام؟ اقلب الاتجاه من هنا اللي هو ريفرس دايركشن من هنا، السهمين دول. بعد كده عايز اجيب عرض الجسم ده اللي هو كام، ممكن اخدها من عرض الاسطوانه فوق 68 ناقص التمانية دي ناقص التمانية اللي بره دي، يبقى كام؟ يبقى 60 52. يبقى عرضها اقول له عرض 52. تمام، اقول له اوكي. كده انا عملت الجسم اللي شايل الاسطوانه. بعد كده عايز اعمل الجسم باقي القاعده اللي قدام، هاجي على الجسم ده او على السطح ده اعمله نورمال 2. هاجي هنا ارسم من كورنرز، من كورنر ريكتانجل اخده من اهوت، ادي النقطه دي وهطلع لحد النقطه دي، تمام، لحد ما يبقى ملامس لعرض الجسم لان هو جاي لعرض الجسم كله. ناقص لها اللي انا احدد الارتفاع بتاعته، الارتفاع اهو اللي هو 28. تمام، بص كده اللي تحت ايه، فولي ديفايند، اللي انا خلاص الابعاد بتاعتي او المستطيل اللي انا رسمته فولي ديفايند. تمام اهو، او معامل اكسترود. تمام، الاكسترود ده بطول كام؟ بطول اللي هو الطول ده اللي هو 60. اكتب 60 واوكي. تمام كده، كده عملت لي القاعدة اللي هي طالعة دي. داري اخفي البلين ده انا مش عايزه، اعمل له هايد. تمام، بعد كده اجي على السطح ده اعمله نورمال 2 واعمل الفتحه اللي فيه ده او المجرى دي. اخد برضو سنتر او كورنر ريكتانجل، اركز هنا على اي سطح من ده عشان يبقى موازي ليها او عمودي يبقى ملامس ليها. تمام، بعد كده هفتح المستطيل احط له الدايمنشن بتاعته، ارتفاعه 14 اهو، العرض بتاعه 40. تمام، بعد كده بيبعد مسافة عن الحرف ده كام؟ 10، لأن كلها 60 والمجرى 40، يبقى فاضل 20، يبقى من هنا 10 ومن هنا 10. تحط من ناحية واحدة بس كده، دي كده 10. بقت ليه الجسم أو السطح بتاعه تحول ليه؟ تحول للون الأسود، وكاتب لي تحت فولي ديفايند أهو. تمام، بعد كده هعمل مكالمة فيتشر، أعمله سترود كات عايز أقطع، وأخليه من هو نوع أخليه سرو أول اللي أنا عايزه يقطع لحد الآخر. تمام، أقول له أوكي. عمل لي مجرى في الجسم لحد الآخر. تمام، بعد كده عايز أعمل التوب اللي هنا ده وعلى السطح ده، أقول له خليه لي نورمال 2، ومكالمة سكتش أرسم سيركل اهي في اي مكان. بعد كده هاخد لها الدايمنشن، المسافة من السنتر بتاع السيركل لحد الخط ده 24. تمام، بعد كده الدايرة دي هتبقى في النص، لو مش حاطط لي ابعاد عليها بيقول لي المسافة من اول هنا لحد هنا 24 بس، مش قايل لي من هنا لحد هنا كام ولا من هنا لحد هنا كام، هتبقى في النص. هاخد من هنا من السنتر لحد السطح ده واقول له خليها 30 عشان الجسم كله الجسم كله كام، الجسم كله متساوي 60، يبقى دي خليها كام؟ 30. تمام كده، لسه الدايره اهيت باللون الازرق. تمام، لسه باللون الازرق اهي، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا احط القطر بتاعها. القطر بتاعها كام؟ 18. اضغط هنا في اي مكان واقول له 18. تمام كده، انا حددت الدايره والبوزيشن بتاعها. اروح على قائمه فيتشر واقول له اكسترود كات واعمله برضو ثرو اول. تمام اهو، بص اهو هيعدي من كل الجسم بتاعي، اقول له اوكي. تمام كده، انا عملت الثقب بتاعي اللي هو هنا ده. فاضل ان انا اعمل الجزء ده، الجزء ده مرسوم على السطح ده، اقول له نورمال 2، واجي اخد من هنا اخد، ممكن اعملها ازاي؟ افكر بطريقة تكون اشيك. ممكن تعمل سطح، ممكن تعمل سطح هنا، ممكن تعمل سطح هنا وترسم عليه الشكل ده مرة واحدة وتعمل له اكسترود.
انا هرسم على السطح ده، هرسم على السطح ده اهو من سنتر كورنر ريكتانجل، واعمل مستطيل. المستطيل ده هتكون ابعاده كالاتي، الارتفاع بتاعه 12 تمام، العرض بتاعه هيكون بعرض بقطر الاسطوانة اللي هو 32 اهو تمام. بعد كده ارتفاعه من السطح من الخط ده 16، من الخط ده للخط ده 16 تمام. ناقص اللي انا احدد بعده للجنب تمام. البعد هيبقى قد ايه؟ بيقول لك هنا قطر او المكان، قطر الدايره او قطر الاسطوانه دي او عرض الجسم ده 32. 32 من ال 52 دي هيبقى الباقي معانا كام؟ احنا قلنا عرض الجسم ده كله 52 تمام، اللي هي 68 ناقص 8 ناقص 8 بقت كام؟ 52. 52 ناقص 32 يبقى باقي معانا 20، يبقى المسافة دي 10 تمام. 10 من هنا و10 من هنا، اخد دي 10 واضغط اوكي، دي هتتنسق معايا في النص تمام. بعد كده هطلع المسافة دي لحد الاخر اللي هي هتبقى 50 زائد اللي انا عامله اكسترود بقى من السطح ده لحد الاخر، هتبقى 50 زائد نص قطر الاسطوانة اللي هي 32 على الاتنين يبقى 16. 16 و50 يبقى 66. هاجي اعمل للجسم او المستطيل ده اكسترود بوز بطول كام؟ بطول اللي اتفقنا عليه اللي هو 66 اوكي تمام كده. فاضل اللي انا اصمم عليه الاسطوانة اللي هو الجسم الاسطواني ده تمام. هاجي على سطحه كده واعمله نورمال تو، واخد هنا اسطوانة بتمر بايه؟ بثلاث نقط. اقول له انا عايز سيركل اللي هي سيركل بتمر بالثلاث نقط دي اهي، ادي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة اهي اهو تمام. بعد كده اقول له مكمل فيتشر، اعمل له اكسترود واطلع المسافة دي كلها. انا عايز المسافة دي 12 وارتفاع الدايرة، ارتفاع الاسطوانة كلها 24، يبقى المسافة دي كام؟ 12. هطلع بمسافة 12 اجيب الجسم اشوفه طلع فين اهو، اخلي المسافة دي 12 بس واعمل اوكي تمام كده. عايز اعمل فيها طول، اعملها نورمال تو واجي على امر سيركل، بس اخلي المرة دي سيركل، اخد سيركل اللي انا ارسمها من السنتر بتاعها. السنتر بتاعها مش ظاهر اهو، هتقوم تمشي على حرف الدايرة كده اهوت، فظهرت لك علامة بلس اهي، يبقى هو ده السنتر بتاعها. هتضغط فيه وتعمل تفتح الدايرة، بعد كده تحدد قطرها تمام. قطرها يبقى كان 16. الدايرة هي اتسودت من لأني محددتش البوزيشن، لا أنا راسمها على جسم متحدد البوزيشن بتاعه قبلها. أقول له من قائمة فيوتشر أعملها لك سترود كات وخليه ثرو اول تمام، وبعد كده أعمل أوكي فعمل لي التقبة أهو. ناقص إن أنا أشيل الزيادات دي، هاجي هنا على السطح ده أعمله نورمال تو، هاجي أرسم دايرة سيركل، ومن هنا من السنتر عايز اجيب السنتر، اروح على الحواف اهوت، بعد كده يظهر لي السنتر، اقول له اعمل لي دايره من المثل هنا. بعد كده هاجي اخد خط وهاخد من النقطه دي وهمشي عمود لبره، اطلع ايه لبره، ما تطلعش ما تمشيش على الحرف ده، لا اطلع بره زياده اهو. بعد كده هاجي لحد هنا أهو. تمام كده. بعد كده هخرج اجيب اداة تريم، اشيل النص دايرة ده انا مش عايزه، انا عايز بس من هنا عشان اشيل الحتتين دول. بعد كده اروح من قائمة فيتشر اعمل اكسترود كات، بص اهو بيقول لك عايز تشيل الجزء ده، لا طول لي انا عايز اشيل لحد الاخر اهو اوكي تمام، اهي اتشالت لحد الاخر، اضغط في اي مكان اتشالت تمام. ناقص ان انا احط اعمل الويب ده اللي هو العصب، انا عايز اعمل سطح اعمل عليه العصب،
السطح هيبقى بيقول لك على مسافة كام؟ على مسافة 22 والسطح سمكه 8، يبقى 22 و4 يبقى 26 من السطح ده. تمام، هاجي على السطح ده كده اهو، وهعمل له من الريفرنس جيومتري واختار بلين. انا عايز بلين موازي للسطح ده ويبعد عنه المسافة اللي احنا قلناها كام؟ 22 و4 26. اوكي، بس عاكس لي ليه؟ اتجاه. تمام، بعد كده اقول له اوكي، ده السطح اللي انا عايزه. هاجي على السطح ده وهعمل له نورمال تو اللي انا عايز ارسم عليه، نورمال تو اهو. بعد كده هاخد لاين، اعمل اللاين بتاع الويب، اللاين بتاع الويب جاي من هنا من الاسطوانة اهو، الويب جاي من الاسطوانة لمماس للاسطوانة التانية. تمام اهو، بعد كده بص كده شكله عامل ازاي اهو في النص. تمام، انا رسمت على السطح اللي هو بيمر بنص الويب. بعد كده هروح ل كان فيتشر، اعمل الريب بتاعي اهو، اقول له انا عايز قطره او عرضه 8، اعمل اوكي. بعد كده هو عامل لي خطين اهو من تمام من البوز، تمام بوز سايدز. تمام، اقول له اوكي، فعمل لي الويب بتاعه اهو. ده كده الشكل بتاع البارت بتاع اللي هو ده. تمام، عايز اجيبه بشكل ايزومتريك من هنا من فيو اورينتيشن، عايز اجيب اي مسقط للمساقط، ليفت فرونت توب او بوتوم او رايت او باك، الكل للايزومتريك لسه ست او، فلكل وجه جايب لك ليه مسقط. تمام، ممكن اجيب هنا هو عايز اجيبه سنجل فيو، تمام عايز اجيبه تو فيو، عايز اجيبه تو فيو فيرتيكال وفور فيو، اللي انت تجيب المساقط الثلاثه تعرضهم في كذا اتجاه. ومن هنا عايز تجيب شكل الايزومتريك من السهم ده اهو، من السهم ده عايزه ايزومتريك ولا دايمتريك ولا ترايمتريك؟ انا عايزه ايزومتريك، او مضغط على ايزومتريك الجسم يتعدل لك بالشكل ده. تمام اهو، ده الجسم بتاعنا. طيب انا عايز اجيبه خطوط، اجي من هنا من على ديسبلاي ستايل واضغط هنا واجيبه خطوط بس اهو. تمام، دي خطوط، اجي على البلين دي واعمل لها هايد عشان تبقى مختفية. ده شكل الايزومتريك بتاعه. تمام، طيب انا عايز اغير الخلفية اللي ورا دي، عايز اغير الخلفية اللي ورا دي من الكاميرا اللي قلت عليها الابلي سكين. تمام، هضغط عليها واشوف الخلفية اللي انا عايزها اهو، شوف الخلفية اللي انت عايزها مثلا وليكن دي. طبعا الجسم مش هيظهر معايا، عايز 3 بوينت، تختار الخلفية اللي انت عايزها، ممكن اجيبها وايت اللي هي بيضة خالص. عايز تضيف خلفيات، تشوف خلفيات تانية من هنا مانج اللي هي مانج فيفورايت. تمام، اضغط عليها جايب لي هو معلم لي على مجموعة الخلفيات دي، اقدر ان انا اضيف خلفيات كمان، اي خلفية انا عايز اضيفها اضيف، اضغط المربع بتاعها واقول له اوكي. طب انا عايز اضيفهم كلهم، اقول له سيلكت دي حددهم لي، فيحددهم واقول له اوكي. تعال بص هنا كده، اول ما اضغط جاب لي مجموعة الخلفيات كلها اللي موجودة معايا. تمام، اختار الخلفية اللي انا عايزها، ايوه وليكن دي، هتظهر لي معايا اي خلفية انا بضغطها بيجيب لك ليها صورة وبيقول لك دي شكلها يبقى عامل ازاي. تمام، انا هجيبها وايت، انا بحبها وايت اهي. طبعا لو انت عايز تبين الخطوط الداش اللي فيها اهي، من العرض التالت دي ظهر لي الخطوط الداش اللي فيها او الاسطح المختفية. تمام، خليها بالشكل ده. طيب انا لو عايز احط لها الابعاد، عايز احط له ابعاد، خليها بالخطوط، عايز احط له ابعاد، اجي من قائمة سكتش واخد سمارت دايمنشن واجي مثلا مع البعد ده، اضغط الخط ده اطلع اجيب ثواني من قائمة سكتش اهو، وهاخد ريفرنس دايمنشن، اختار ريفرنس دايمنشن دي. بعد كده اخد الخط، شوف الخط اللي انت عايز تحط له اهو، الخط ده والخط ده، ادي البعد اهو، تضغط عليه تاني يتعادل معاك. تمام، الخط ده والخط ده تضغط عليه ويتعادل معاك. تمام، عايز تجيب ارتفاعه من هنا لهنا. تمام اهو،
الدايرة اهي فوق 18، عايز الدايرة الكبيرة اهي الدايرة الصغيرة، اضغط عليها بس ضغطة وتسحب بالماوس وتطلع معاك. طب عايز اجيب عرض الدايرة كله او طول الدايرة كله، اجيب من السطح ده تمام، وامسك كده بالماوس واجيب من السطح التاني واطلع منه بعد اهو، اضغط عليه ضغطة كمان فظهر. بعد كده اجيبه واخليه ايزومتريك تمام اهو، واخليه ايزومتريك. بعد كده اعزم الخط ده تمام للاسطوانة، يطلع حد هنا كده، المسافة كانت 50، اضغط عليها ضغطة تانية تتحدد الاسطوانة الكبيرة اهي، الاسطوانة الصغيرة اهي، سمك العصب، تضغط على الخط ده والخط التاني اهو اوكي، اضغط عليه ضغطة كمان عشان الرقم يطلع فوق اهو. المسافة مثلا من هنا لهنا، كل الحاجات دي بقى انت ايه تحطها ما فيهاش اي مشكلة تمام. طب عايز اغير اخر حاجة في الدرس ده، اغير الماتيريال بتاعته، اجيب اعدل الماتيريال اخليها من هنا كده، عايز اغير شكل الماتيريال بتاعته تمام، اجي من هنا للابيرنس تمام، اقول له شوف انت عايز تختار نوع الابيرنس ايه، وليكن الميتال، افتح الشكل بتاع الميتال، جيب لي انواع الميتال اهو، استنى كده اصغر شوية عشان يبقى باين معانا الجسم اهو تمام، شوف الشكل اللي انت عايزه وتغير. عايزه ستيك، مجموعة ستيك سواء الرسم دي اهي، الشكل ده تمام، ممكن برونز تمام، ألمونيوم تمام، عايز بلاستيك فينا بلاستيك أنواع طبعا، مجموعة ماتيريالز كتير، فأنت تختار اللي أنت عايزه يعني تمام. في جلاس بالشكل ده، ممكن بالشكل ده، طيب ممكن عايز سوليد أبيض أحمر أخضر أزرق براحتك، عايز لايت اللون ده ريد، ريد لايت ده احمر، عايزه اورجانيك في جسم بالشكل ده بالشكل ده، براحتك خالص تختار الماتيريال اللي انت عايزه. انا وليكن اخليه ميتال، اقول له انا عايزه الشكل ده، اقول له اوكي تمام، غيرت الشكل بتاعي اديته ماتيريال مختلف تمام. كده الدرس ده خلص، إن شاء الله انتظروني في الدرس القادم بإذن الله. شكرا لكم، سلام عليكم.